السلام عليكم، معكم محمد. كم اشتقت لهكذا جو، ففعلا هذا ما أعشق القيام به. ميكروفون أمامي وأتخيل مئات بل آلاف الناس يسمعون لصوتي، فهذا يعني لي الكثير وهذا ما أنا أحبه. بعيدا عن كل هذا، ندخل في صلب الموضوع، وموضوع فيديو اليوم هو فعلا شيق ويستحق المشاهدة. ففيه سنتعرف على جل العلامات التي تبين لك مدى جاهزية طيورك للتزاوج، سواء عند الذكور أو الإناث. وبمجرد معرفتك لهذه العلامات ستكون دائما أول الناجحين في الإنتاج من طيور الكناري. نبدأ بالذكر، وهو دائما ما يكون السباق في جاهزيته للتزاوج، وهو أول من تظهر عليه بعض العلامات التي تميزه عن باقي الذكور الغير جاهزة. وأول العلامات الظاهرة أو المسموعة إن صح التعبير هي تغريد الطائر، فالتغريد القوي هي أول العلامات الظاهرة على الذكر الجاهز، فتكون نبرة التغريد عند الذكر حادة ومسموعة وغير متقطعة، وهذا ما يبحث عنه المربي لبدء الموسم، خصوصا إذا كانت أنثى أمامه أو يسمع ذكور أخرى تغرد، فهذا يكون حافز بالنسبة له للتغريد. أما ثاني علامة، وهي ما يجب عليك أنت كمربي البحث عنها، فهي غير ظاهرة ومغطاة بالريش، وبها كذلك يمكنك التمييز بين الذكور والإناث بنسبة 100% بعيدا عن كل الطرق الخاطئة والغير صحيحة البتة. فبقلب الطائر المراد فحصه على ظهره وبالنفخ على بطنه. إذا كان ذلك الذكر جاهز، فستلاحظ بروز في الجهاز التناسلي الخاص بهذا الذكر متجه نحو الأعلى بشكل أفقي، سواء باللون الزهري أو الأحمر. فهذا الدليل أولا على أنه ذكر، وثانيا كلما كان البروز كبير واللون قاتم ويميل إلى الاحمرار أكثر، كلما دل هذا على أن الذكر عندك جاهز، وكل ما يحتاجه هو أنثى جاهزة لبدء التزاوج، وهذا ما سنتعرف عليه في الجزء الثاني من هذا الفيديو. بالنسبة للعلامات التي تظهر على الأنثى فهي قليلة وتظهر ببطء كذلك، فالأنثى أكثر تعقيدا في هذه المسألة. من أول العلامات التي تظهر على الأنثى هي الاستجابة مع تغريد الذكر، فترى الأنثى بمجرد سماعها لتغريد الذكر تبدأ بتحريك ذيلها يمينا يسارا مع كثرة الحركة للفت انتباه الذكر لها. فهذه أولى العلامات التي تظهر على الأنثى. ثاني علامة، وهي عند مسك الأنثى وقلبها على ظهرها والنفخ على بطنها، تلاحظ خلو تلك المنطقة من الريش مع انتفاخ طفيف في البطن. كذلك تلاحظ أن فتحة الشرج متجهة نحو الذيل وليس إلى الأعلى كما هو الأمر عند الذكر. فهكذا تستطيع أولا التفريق بين الذكور والإناث، وثانيا تعرف جاهزية الأنثى الخاصة بك للتزاوج. أما بالنسبة للعلامة التي يبحث عنها المربي دائما بعيدا عن كل ما ذكرته لمعرفة مدى جاهزية الأنثى، هي بوضع قطعة من خيوط الخيش وتعليقها بالقفص، ووضع عش للأنثى التي ظهرت فيها العلامات التي سبق وذكرتها. فبمجرد وصول جهوزية الأنثى إلى الذروة، فستبدأ بجمع الخيوط في العش حتى وإن لم يكن معها ذكر. وهذه هي أبرز علامة تؤكد لك أن الأنثى جاهزة بنسبة 100%، وهذا ما أبحث عنه أنا شخصيا لبداية التزاوج من طيور الكناري. فإن ظهرت كل هذه العلامات المذكورة سواء على الذكر أو الأنثى، فأجمع بينهما في قفص واحد خاص للتزاوج وأبدأ الإنتاج منهم مباشرة. أما بالنسبة للطيور التي لم تظهر عليها علامات الجهوزية بعد، فأنا أستعمل سر من أسرار تربية طيور الكناري، وهو المنقد في كل المواسم. فهو فعلا حل سحري لجعل الطيور تجهز بسرعة، سواء الذكور أو الإناث، ألا وهو فيتامين E، وهو فيتامين الخصوبة عند طيور الكناري، وهو أهم شيء عندي ولا أستغني عنه أبدا في تربيتي لطيور الكناري. أقدمه في فترة التجهيز للذكور والإناث معا ليجهزوا مع بداية موسم التزاوج. كان هذا كل ما يخص أبرز العلامات التي تدل على جهوزية طيورك للتزاوج، سواء عند الذكور أو الإناث. وأعتذر عن هذا الغياب وأتمنى ألا يتكرر ثانية. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم أخوكم محمد، إخواني ودان.